دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. في الشأن الرئاسي يبدو أنه الأمور مش ميسرة. هيدا كلام الرئيس أمين الجميل اللي زار الرابي اليوم والتقى العماد عون، يعني مثل ما ذكرنا بديمقراطية بأول يوم تم فيه الإعلان عن التسوية صار العماد عون طفى النار تحت الطبخة وقال لهم للطبخين إذا فيكن تستووا بلاية كملوا. منقول العوافي للمرشح الرئاسي النايب سليمان فرنجية. العوافي، حبينا نعرف منك شخصيا آخر المستجدات بموضوع ترشيحك، لأنه نحن ما منحب لا المصادر ولا المقربين. أنا كمان هيك، لا بحب المصادر ولا المقربين. لسبب رح خبرك مني إلك خبط لزق. تفضل، شو صار بالتسوية؟ انه لا عون ولا جميل ولا جعجع بدون التسوية، فسووها بالارض وحرقوا سلفها. اي بس يقال انه في دول اقليمية ودول كبرى ماشي فيها. ولك اي دول اي بلوت، شو هالتجليطة هيدي؟ انه رح تنزل امريكا الاسطول السادس عشتوتنا وتقلوا للجنرال يا سليمان فرنجية يا نيوجيرسي. طيب وشو بتتوقع رح يصير؟ والله بدي اسألك الك، شو ما بتتوقع بيصير؟ شكرا للنايب فرنجية. ويبدو انه الاعتراض اللي صار ببيروت على التسوية شغل بال احد الطباخين بفرنسا، فاستشار الشيف وليد. تيك تك تيك تك تيك تك. الو وليد بيك، عجبك هيك؟ شو في يا شيخ سعد؟ شو بك؟ ولك كيف شو في شو بني؟ منك شايف شو عم يصير بلبنان؟ بلا شايف، من شو نخزان؟ المسيحية يا وليد بيك، عون جعجع جمية لتكتل بوجه فرنجية، وعم يقولوا انه كمان حيتكتل معهم فرنجية ضد فرنجية. ايف، معلومات موثوقة؟ طبعا، من ايمتى امين جمية بيزور الرابية؟ اليوم زار الرابية بقصد تعزية الجنرال. وبالتعزية عارف شو حكيو؟ بعدان شامل روكوز نزل اليوم لعند نبيه بره. لشو نازل شامل؟ ولا يهمك شيخ سعد، ولا يهمك، كمل مثل ما انت طاحش. مش طاحش؟ بلا طاحش. طيب ليش حزب الله ساكت؟ واليوم عون اعلن انه حيضل ساكت، وحتى فرنجية صار له من لما زار البطراك ساكت. ما تخاف يا شيخ، ما تخاف، خليك طاحش، خليك بلدوزرز. طيب وليد بك، حضل طاحش، ريحتني، باي باي سعودتي، باي. وليد بيك معه حق يخاف، لشو قلت له يضل طاحش؟ لأنه إذا نجح بنجح معه، وإذا فات بالحيط برجع أنا بيضة القبان. قبان مش قبان؟ مبلا قبان. أخ يا كرجة. بعد الإعلان العميد لقي الحل. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية، كتير عم ينحكى عن ضرورة اجتماع القاضي الموارن الأربعة لإيجاد حل لأزمة الرئاسة، واليوم الرئيس الجميل أعلن أنه توافق مع العماد عون على ضرورة الاجتماع لإيجاد أرضية مشتركة تسهل الحل. لكن الحل اكتشفه العميد كارلوس إدي قبلن. منشوف شو هو وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك. بونجور ميشو، زغلطلي ميشو، زغلطلي. ولا شو بدي جلغطلك عميد؟ لأني لقيت الحلة مشكلة رئاسة الجمهورية. معك رقم دكتور شعجع؟ إيه معي. معك رقم الجنرال عون والشيخ أمين وسليمين بيك؟ إيه معي أرقامهم كلهم. لشو؟ بدي تلفنهم واحد ورا واحد تقلن ما بقى يتعذبوا يجتمعوا. أنا لقيت الحلة مشكلة الرئاسة الجمهورية. وشو الحل عميد؟ شو طلع معك؟ الكل عم بيقول إنه لازم يجتمعوا الأربع قطاب الموارنة.
أربع شو عميد؟ الأربع قطاب عون نجمية لجعجع فرنجية. عميد الأربع أقطاب مش قطاب. هييها وقال لازم بهالاجتماع يلاقوا الأرضية المناسبة لتسهيل الأزمة، فما بقى في لزوم يجتمعوا، بدي طالفنن وقلن. وليش بقى؟ لأنه أنا لقيت أرضية ليك من الأرضية ميشو، وبظن إنها مناسبة لتسهيل المشكلة. بتجرب لي إياها ميشو بليز تشوف إذا بتسهل على حفظك. عميد أنا ما قاعد أجربها، أنت جربها. أوكي ما تعصب ميشو. بروم وجهك ميشو، بصطحي. دمدمتك أحلى برنامج من دون شك. دمدمتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دمدمتك لغز السياسي عنده الفك. دمدمتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دمدمتك بننطر وقته تيك ورتك.